أي العزيز المشاهد، تابعنا يمكن يعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. نعايدك يا عساك دوم تفرح. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية شباب، في سالفة صارت مع الأيام مثل ويتداول بين الناس. دائما نسمع الناس بعض المرات يقولون والله رجعت حليمة لعادتها القديمة. سامع بهالمثل هذا؟ اي نعم سامع فيه. نعم. تعرف شنو سالفة حليمة اللي مع الأيام صار مثل يتداول بين الناس؟ يعني رجعت حليمة لعادتها القديمة ايش معناتها يعني؟ لا يعني حليمة شنو سوت زين؟ حليمة ايش سوت على اساس اطلق المثل هذا؟ تعرف يعني شنو قصة هالمثل هذا؟ لا والله ما اعرف. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف شنو سالفة حليمة؟ اسأل هذا بعدين ارجع لك. تمام، خوش سالفة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. رجعت حليمة لعادتها القديمة. تعرف شنو سالفة حليمة هذه؟ لا والله ما اعرف. ما اعرفه. قال بسرعة ما أعرف وردينا لك، ممكن ما مداك فكرت. ها شنو بالضبط يعني شلون؟ الحين في مثل يقول رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل واحد يقول له لا سوي الشغلة هذه، بعد يوم أن يرد ولا مسوي نفس الشغلة. تقول أنت يعني سالفتك أنت رجعت حليمة لعادتها القديمة، أبي أعرف حليمة هذه شنو السالفة اللي سوتها وأصبح مثل يتداول بين الناس. يعني حليمة في لها سالفة عشان كذا صار مثل، تعرفه؟ لا صراحة ما أعرف كلش. لا لا سمعينه بس ما بنعرف شو معنى، ما بنعرف ليش صار مثل. والله سوتها حليمة والله ما اعرف. ما تعرف؟ اي والله سنة سوت نصح على شغلة وردت ما سوتها عدلة. شنو الشغلة هذه؟ يلا قول. يعني شنو تتوقع ان حليمة سوت عشان كذي اصبح مثل يتداول بين الناس؟ والله ما ادري شنو هالشغله هذه. تعرفون شنو السالفه اللي سوتها حليمة حتى اصبح مثل يتداول بين الناس؟ قتلت امها. خوش. اي في سالفه. اي هذا اي شنو سالفه؟ مو قتل يعني. مو قتل؟ ما ادري يمكن سموناه ها؟ بنت بيت حق امها. شروع القرين ضار عندك بيت؟ اكيد كانت شريره بعدين قلبت. لا اشتي كانت شريره بعدين صارت تمام بعدين قلبت شريره. يلا عطني جايزه معود. يا والله هذا هو المثل انا عارفه، هذا هو كذي. رجعت حليمه لعادتها القديمه. نعم. تعرف ايه حكايه حليمه دي؟ دي اكيد كانت لها حكايه قديمه وبعد فتره نسيتها ورجعت لها تاني. احنا عاوزين الحكايه دي. اذا عرف السبب بطل العقب. اي مش عارفين السبب. احنا جايزتنا على 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 هالسبب، على حكايه حليمه. اي طب احنا نشوف حليمه ونسالها بقى الحكايه بتاعتها. خلاص نروح على حليمه. ماشي نشوف حليمه. اي يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابا. شلونك؟ الله يسلمك اخوي. في مثل معروف يقول لك رجعت حليمة لعادتها القديمة، هذا الواحد إذا قلت له لا سوي الشغلة هذه ورد سواها مرة ثانية يقولون للناس المثل هذا، رجعت حليمة لعادتها القديمة. تعرف شنو سالفة حليمة؟ حليمة يمكن تعجن وهذا وشون يعني تقوم يعني مثل ما تقول. أنا ما شي أقول لك صراحة بس يعني يمكن تعجن وهذا يعني وش اسمه يعني تهتم بالبيت وهذا. هذه صفة حسنة. إيه هي اللي هما عادة هذا المثل يقال حق الشخص اللي ينهونه عن شغلة ورد يكملها، يعني شغلة سيئة. لكن يقول ردت حليمة عادتها القديمة، أنت قاعد تقول والله يعني قاعد تتكلم عن شغلة زينة. هي صفة مو زينة كانت بحليمة عشان كذا صار المثل. قول. والله يمكن تطلع من البيت ما ترد وهذا. وش اسمه؟ والله ما أدري والله صراحة.
انت وديتنا على خرجه ولم يعد. شكرا الله يعطيك العافيه. تعرف شنو سالفه حليمه هذه اللي صار مثل يتداول بين الناس؟ اكيد لها طبع. شنو الطبع؟ عاد ما اعرفه. كان شيء فيها مو زين. شنو الصفات بالانسان اللي مو زينه مثلا اللي تخلي الناس ينتقدونه فيها؟ شنو الطبع؟ فيها طبع. يلا قول. يمكن كانت بخيله ولا شيء. قول رجعت حليمه لعادتها القديمه. رجعت ريما لعادتها القديمه. لا احنا عندنا حليمه. احنا عندنا ريما. اوكي تمام. حليمه المثل اساسا. ريما حليمه اللي عندك قولي ايش عندك. ايه هي السالفه؟ لا بصراحه ما اعرفها. احنا بالكويت عندنا حليمه. انت عندك ريما. احنا عندنا ريما. لكن ايه رجعت ريما لعادتها القديمه؟ ايه هي عادتها كانت ورجعت لها دي؟ ما عنديش فكره بصراحه. يمكن هي كانت شعب البذر او شيء مثل الحاتم. كان ذاك سخي وهذا كان حاتم. يعني حاتم الطائي كان مشهور بالكرم. بالكرم. حليمه مشهوره بشغله ما. يمكن البذر ما ادري شنو كانت تبذر ما ادري. فكر شويه وجاوب صح. فكر واربح. فكر واربح. تعرف من هن سيدات نساء العالمين؟ سيدات نساء العالمين؟ اي. تعرف كم واحده بالبدايه؟ 12 واحده. عدهم ما دام 12 واحده. ما اعرفهم. اخوي تعرف من هن سيدات نساء العالمين؟ لا والله. تعرف من هن سيدات نساء العالمين؟ في فاطمة الزهراء. كم واحدة أول شيء تعرف؟ كم؟ لا لا نشوف كم. تمام. أوكي مع أثناء الكلام. فاطمة أوكي. الزهراء. أوكي السيدة فاطمة. أي. وفي مريم مرت أم النبي عيسى. أي. وطبعا في آمنة بنت وهب أم الرسول أعتقد. لا. بعد في واحدة يعني؟ في بعد اثنين. انتين. انت قلت السيدة فاطمة رضي الله عنها والسيدة مريم والدة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام. باقي اثنين. في تنتين. في هاجر ام موسى. والله لا. عندك رد ثاني يعني بدك تنتين بعد؟ اي اي لا هم اربعة على فكرة. أنا جبت اثنين يعني. اي. سيدات نساء العالمين. اي. السيدة خديجة منهم. صح. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم. اسمها بنت أبي بكر. ما دام قلت واحدة صح نعطيك مجال. الحنساء. لا. فقط. وقفت هنا. وقفت. شباب تعرفون من هن سيدات نساء العالمين؟ عجال عجال عجال. سيدات نساء العالمين؟ اي. لا ما عندي فكره والله. اخوي تعرف من هن سيدات نساء العالمين؟ اي مريم وخديجه واسيا وفاطمه الزهراء. نقوله مره ثانيه؟ مريم. اي. السيده مريم. خديجه. اي. واسيا وفاطمه الزهراء. تعرف قلت السيدة آسيا تعرف اسمها الكامل؟ أنت على فكرة إجابتك صحيحة وراح نعطيك. عطنا معلومة ولا نعطيك؟ لا تعطيني. أعطيك. تمام. صح أحسنت. أول واحدة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. الثانية السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. الثالثة مريم بنت عمران والدة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام وعلى سيدتنا مريم السلام. وآسيا بنت زاحم امرأة فرعون رضي الله عنها. هذيل هم الأربعة وإجابتك صحيحة. الله يعطيك العافية. أخوي مؤسسة بوصل السجاد اللي بالفروانية منطقة الضجيج اللي 4-3-4-8-4-2-8 أعطوك بداية جائزة عبارة عن بورصة عن سجادة يعني سجادة نوع بورصة تركي قياس 2-3 بقيمة 50 دينار. شركة محمود حيدر والشركاء التجارية هذه الجائزة الثانية قدموا لك اللي شركتهم بحوالي شارع تونس بناية حمود عبد الله المجرين تلفون 2626-354. عطوك جائزة عبارة عن مشتريات أثاث بقيمة 50 دينار في الجائزة الثالثة. الجائزة الثالثة تقول أي مقدمة من بيت الصيني اللي بحوالي شارع تونس
التلفون 264446833 اعطوك جائزه عباره عن احواض فخار برتقالي بقيمه 40 دينار، هذه ثلاث جوائز لانك جاوبت اجابه عجز عنها الاخرين. تفضلوا، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. فكر واربح، فكر واربح. سامعين يقول ارجعت حليمه لعادتها القديمه مثل، سامعين في؟ يعني الواحد يعني مثل واحد يقول لا سوي الشغله هذه وسواها، يقول اوه رجعت حليمه لعادتها القديمه. تكملتها؟ لا ما ابي تكملتها، ابي سالفه حليمه هذه. يعني بعض المرات مثل واحد يسوي شغله يقول لا سوي الشغله هذه، ثاني يوم يرد يعمل هالشغله يقول اوه رجعت حليمه لعادتها القديمه. تعرفون شنو هالسالفه اللي سوتها حليمه؟ والله ما نعرفها. ها اصبح مثل مشهور عند الناس؟ لا والله ما تعرفون؟ لا. شباب يقول لك رجعت حليمه لعادتها القديمه، سامع بهالمثل هذا؟ سامع فيه. سامع فيه. وانت بعد؟ سامع فيه. تعرف اخوي ليش حليمه بالذات يعني صار عليها هالمثل هذا؟ يعني ليش يعني هالمثل هذا صار متداول؟ شنو السالفه اللي سوتها حليمه؟ حليمه كانت عصبيه زين، بعدين راح العصبيه عن طبعها، فيقولون بعدين رجعت على يعني عادتها العصبيه مره ثانيه، فيقولون عادت حليمه عادتها القديمه انك صارت عصبيه مره ثانيه. لا والله ما اعرف. كانت تلاقف ولسانها طويل عشان شي يعني يقول لك ردك على عادتك القديمه. اي شي هذا هو، هل عرفه؟ احنا ريمه ولا حليمه ولا حصه؟ احنا عاوزين سالفتها دي. ايه الحكايه اللي عملتها حليمه ولا ريمه حتى اصبح مثل متداول بين الناس؟ ما احتمال تكون عاده سيئه مثلا، او هي بالاكيد عاده سيئه، ولا ما اصبح يعني مثل متداول يقال في حاله الشخص يكرر شغله منهي عنها؟ شنو الطبع هذا؟ تكاسل في العمل او حاجه زي كذا، فبيقولوا له رجعت حليمه لعادتها القديمه مثلا. يعني مثلا يقولوا فلان مثلا عمل غلط ورجع عمل غلط ثاني، هو مثلا يطلع نلقاه يعني يعني ليش يعني بهاللحظه هذه يقولون هو رجعت حليمه لعادتها القديمه او رجعت ريمه لعادتها القديمه؟ يعني فيها سالفه، في حكايه حصلت لريمه او لحليمه؟ ليها قصه. ما اعرفهاش والله بصراحه. احنا وصلنا في النهايه في قصه، هي قصه قديمه. نطلع يعني نطلع نلقى يعني المثل موجود عشان نعرف نفسر له. ماشي، شكرا، كل عام وانت بخير. شكرا يا باشا. والله ما ادري، اعتقد ان كانت تحلم او شيء، كانت يمكن تحلم وبعدين تركت وبعدين ردت كانت تحلم. تابع ماجد الرومي وايد. والله ما ادري. انا عم بحلم ليل نهار الورد المليالي ضرار. انا عم بحلم. انت شو اسمك؟ معتصم الناوس. معتصم؟ اسم حلو معتصم. لو لي والثاني انت. الثاني انا. اسامي القبليين عيل تبين هالايام، مها، سهى، ندى، رشا. ما رش كبرها اسمها رشا. رشا شنو؟ والله حليمه على ما اظن انها كانت تهاوش وتصارخ مثل يعني، فقطعت عن الهواش والصريخ وردت ثاني مره له. صب ماي. هي اللي انا قبل القصه ايام هارون الرشيد كان في وحده اسمها حليمه، كانت رقاصه ترقص، فطلب انه يتجوزها اذا بطلت الرقص، فهي رجعت ترقص وقال رجعت حليمه القديمه. هي كبت الشغل ايري رقاصه في مستشفى في كباريه. اخوي في سالفه اصبحت مع الايام مثل يتداول بين الناس، يقول لك رجعت حليمه لعادتها القديمه. سامع بهالمثل هذا بدايه؟ اي سامع فيه. تعرف شنو السالفة اللي سوتها حليمة حتى أصبح مثل يتداول بين الناس؟ إيه، هذه في أيام العصر العباسي. كلام صحيح. كان في واحدة اسمها حليمة تشتغل في قصر الخليفة المأمون، وكانت تسرق وايد تبوق، كلها تبوق، وقبضوا عليها، كانوا كلها يعني كما تبوق يقبضون عليها، فبعدين وقفت عن السرقة، فلما توفى المأمون يا بعد ولده المهدي ردت مرة ثانية وتبوق يعني وتسرق. فعشان شيء من كذي يا مثل ردت حليمه لعادتها القديمه اللي هي السرقه. هالمعلومه هذه من وين حصلت عليها يعني؟ والله حاطينها مره في جريده في شعر، فحاطين القصه نفسها. نعم. فما ادري. هذا الكلام الصحيح. هذا الكلام الصحيح. الحادثه حصلت في العصر العباسي، وكل كلمه قلت لها انت عن رجعت حليمه لعادتها القديمه بالفعل كانت تبوق وردت مره ثانيه على عادتها، فاصبح مثل متداول من تخيل من العصر العباسي الى الحين الى اليوم. صحيح. الله يعطيك العافيه، تستاهل جائزتنا اللي عجز عنها الكثير. اخوي ما حد
معهد ألفا لتدريب الكمبيوتر الأهلي اللي بحوالي شارع بن خلدون مركز العثمان الجديد، دور المكاتب مكتب 109، تلفونهم 2664107 و 2664106. أعطوك بداية جائزة عبارة عن 30 دينار نقدي. في شركة صباح عيسى العطار للمجوهرات اللي سوق عقارات الكويت الطابق الأرضي محل 130، تلفون 2446775 و 2464216. أعطوك جائزة عبارة عن قطعة ذهب محفور عليها صورة بالليزر. في شغلة ثانية، البيت الصيني اللي بحولي شارع تونس، تلفون 2644683. أعطوك جائزة عبارة عن أحواض فخار برتقالي بقيمة 40 دينار. في الجائزة الرابعة بعد لأن حليمة سالفتها طويلة هذه. تمام. شركة محامص ومطاحن بني العميد اللي بالسالمية شارع سيد ياسين، تلفون 5733776 و 5733779. أعطوك مشتروات يعني قهوة بقيمة 25 دينار حق الخيمة. حق الخيمة. إيه حلو. الله يعطيك العافية وفرصة سعيدة ان نلتقي واحد مثلك. انا اسعد والله. شكراً. مشكورين ما قصرتوا. فكر واربح فكر واربح. اختي في مثل كويتي نبيش تكملينه، يقولون حل لسانك. حل لسانك يعني خل معاملتك زينة وحلوة مع الناس، يضحك بيهم. حل لسانك كل الناس اللي تحب يحبونك. كل الناس حل لسانك. ما اعرف والله. اخو في مثل الكويتي يقول حل لسانك. خل لسانك ولساني لو طالعني. يقول حل لسانك يعني خل لسانك حلو مع الناس، عاملهم معامله طيبه، اضحك بوجوه الناس. يقول حل لسانك في تكمله للمثل. شنو اذا حليت لسانك شنو راح يصير؟ حل لسانك الظاهر جائزه مو من نصيبي. حل لسانك يعني خل معاملتك حلوه مع الناس، اضحك بوجوههم. حل لسانك يعني على قدرك. اي مو على قدرك. على قدرك. ها في كلمه يحلى ترى يعني ها. حل لسانك كل اي حل لسانك نتيجتها شنو مع حل لسانك. حل لسانك يحلى قدرك ولا يحلى بس ما اعرف العالم. يحلى قدرك شنو. شيل كلمه يحلك. حل لسانك كل ها خلاص باجي لك كلمتين تصير قفله الحين. حل لسانك كل دور لك قفله فيها كاف يعني لسانك اخر كلمه لازم كاف بعد. حل لسانك صانك. حل لسانك كمل هالمثل هذا. يعتسيانك. شلون؟ حل لسانك يعتسيانك. يعتسيانك. لا زين اوكي بعطيك انا الفرصه ثانيه. حل لسانك كل كمل. والله ما اعرف. يقول حل لسانك نبي واحد يكمل يعني حل لسانك هني المقصود فيها ابتسم بوجه الناس وقول لهم كلام حلو. زين شنو تكمله المثل. حل لسانك. حل لسانك كل. حل لسانك لكل الناس. يلا كمل انت. على فكره قال كل يعني كل في كلمه ناس يعني في كلمه ناس. اي كل العالم. شباب في مثل كويتي يقول حل لسانك اكمل النقط. حل لسانك. عارفين شنو معنى حل لسانك؟ مو ياكل حلاو يعني خل يعني مثلا انت موظف دوامك يجونك مراجعين تبتسم لهم تعامل معامله زينه. هالمعامله هذه تولد شغله معينه. حل لسانك اكمل النقط. ما ادري حل لسانك. والله ما ادري نبيك تكمل النقط. يقول حل لسانك كل الناس خلانك. ما دام انت قلت كل الناس خلانك نعطيك الجمله هذه. حل لسانك كل الناس تصير خلانك. تصير خلانك ما دام انت قلت ثلاث ارباع المثل هذا هو. حل لسانك كل الناس تصير خلانك يعني اذا عملت الناس معامله حلوه وطيبه وتبتسم بها الناس الكل يحبك ويودك. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. سهل جائزتها والله. لا خلينا نقول لك اخوي مؤسسة لؤلؤة الهديب للتجارة العامة والمقاولات اللي بالسالمية شارع البلاجات، تلفونهم 574404 و 5718671. اعطوك
شغلات رياضيه، تحب الرياضه انت؟ والله يعني نص نص. بعد هالجائزه لازم تمارس الرياضه. لازم يلا. زين، جائزه بدايه عباره عن كرسي كمبيوتر زائد جهاز مساج الجسم اسمه مايكرو فينجر، وجهاز مساج للرجل زائد 6 ساقي زرع اوتوماتيكي بقيمه 70 دينار. هذه الجائزه الاولى. متزوج انت؟ متزوج. حلو. في حق المدام صالون كاساندرا للسيدات اللي بالفروانيه خلف فندق هوليدي ان، تليفونهم 473-0092، اعطوك جائزه عباره عن خدمات متنوعه من اعمال الصالون بقيمه 50 دينار. هذا اللي قلنا حق المدام اخوي. مؤسسه اطيب العسل اللي هو عسل العويد، هذا اسم المؤسسه، اسم المؤسسه اطيب العسل اللي بالفروانيه شارع المطافي مقابل الكناري، اللي هو تلفونهم 4742 او 34 بعد 35 و4711414. اعطوك جائزه عباره عن 50 دينار مشتروات من عسل العويد. ايامك كلها عسل، ايامكم ان شاء الله وتوزن الكويت. الله يسلمك، شكرا على الجائزه. فكر وارضى، فكر وارضى. اي صف انت؟ انا اولى جامعه ان شاء الله. حلو. وانت؟ ثالثة متوسط. عيل انت شاركي معاها. تعرفون من هو أقدم وزير خارجية في العالم؟ يعني الشيخ صباح الأحمد. بالفعل سعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعتبر أقدم وزير خارجية في العالم. تولى وزارة الخارجية في 28/1963، مارس عمل السياسة في 1954. وإنه لا يسعد بلادي الصقيرة بعددها الراسخة في إيمانها بالقيم الإنسانية الخالدة أن يأتي انضمامها إلى المنظمة العالمية في وقت تحررت فيه أقطار عديدة في آسيا وأفريقيا وتحققت لها إرادتها في الحرية وفي المساهمة الفعالة لبناء عالم يسوده الأمن والمحبة والرخاء. أختي بما أنك قلت الإجابة صحيحة حصلتي على 3 جوائز. هذه الجامعية ترى ما تحجت. أختي شركة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع اللي موجودة الشركة في مركز الدولية التجاري طابق التراس، تلفون 2453019، أعطوكم جائزة عبارة عن 50 دينار إصدارات وكتب من الدار. هذا بما أنك جامعية تصلح لك إن شاء الله. زين، دار اليقظة للصحافة والطباعة والنشر اللي بالشويخ شارع الصحافة، تلفون 483-1431 و483-04986، أعطوكم جائزة عبارة عن شغلتين، أول شيء اشتراك ب 25 دينار زائد 25 دينار نقدي. هذا حقك أنت، تمام؟ في شغلة حقك. شركة نظارات العسلي اللي بشارع فهد السالم عبارة الكاظمي، تلفون 24-13708، أعطوكم نظارتين نوع سيناتور بقيمة 50 دينار. الحين هذا حقك. كل عام وانتم بخير، فرصة سعيدة التقينا فيكم. يلا شكرا، جزاك الله خير. هاي العزيز المشاهد، تابعنا يمكن يعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. نعايدك يا عساك دوم تفضى. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية